كانت زيارة ميدانية ديال المسؤولين ديال الجامعة وكذلك السيد الوالي مع العام لمقاطعة الدار البيضاء أنفاق. الغاية منه هو أنه الوقوف على آخر الترتيبات من ناحية الأشغال، وفي الأسابيع المقبلة إن شاء الله غادي يكون الافتتاح ديال الملعب الرياضي محمد. إن شاء الله واحد 15 يوم إن شاء الله غادي يكون الافتتاح ديال الملعب.